بالأرض دعوة لعبة الموت اللي خافي في لعبة الموت الكل خاف يفور لعبة لعبها إبليس مع شبع وهيل وخسير رجعني وبشكل غريب يسمع مني شوف الجديد هنزع ولا غني أنا ولا مين تاني أحلى دهاني الناس عالبالي ولعبت لعبة الحياة ولا كنت ظالم ولا مظلوم والكل سامع مني مقافي ده الحياة وكله موت اوعي يا دنيا ما تسألني مش انا في الحال ما عرفتش عايش والدنيا مدرسة فيها فن وهندسة الدنيا مدرسة فيها فن وهندسة بتعلم الكبير والصغار متأسسة فيها كل يوم حكاية فيها قصة ومترواية فيها كل يوم حكاية فيها قصة ومترواية كترت الحلم عليا وسبتيني انزف احسان لما دموعي ما سابتش عليا انا خلاص ما عرفتش انا قطر الحياة وماشي وعملت لعبة كبيرة عقبة قطر الحياة ماتت قدري غصبني عليها عشان دي لعبة عشان دي لعبة الخريطة دي شكلها غريب عن شكلها أنا مش فاهم منها أي حاجة أنا ممكن أرجع بقى العمر وبعدين أقدر أقنع من الوحوات وبعدين يحل الفحل الواد ده لعيب قوي يا سميه هتعلم عليكم عملية النطاطة من الصبح ربنا ما هنسيب حق
انا نشوف بقى. ماشي أنتم الآن كل القوة السحرية إلا هو وإخلاصه، فهو الشخص الذي يملك قوة خطيرة. والغضب ده هيدمرك، الغضب هيدمرك، لازم تحافظ على هدوءك عشان قوتك هتزيد. كمان قوتك زادت من يوم ما كنت في أرض لعبة الموت. بعض منكم الآن كل القوة السحرية إلا هو وإخلاصه، فهو الشخص الذي يملك قوة خطيرة. بحذرك من الغضب، بحذرك من الغضب. فما تسيبنيش أخرج. طب هعمل ايه دلوقتي؟ هعرف لغز الخريطة دي ازاي؟ نور مش عايز يساعدني. نور! نور! تعال ايه خير في ايه؟ انا جاي على ميعاد. عارف انا جايبك ليه؟ في مفاجأة تظهر لك دلوقتي. كله تمام. طير انت يا شبح. مش ده هو كده؟ نور بيشتتني وعاوز يفهمني ان في شبيه له. بس على مين؟ مش على عبده الكلام ده. معقوله دي؟ طب هو لو عاوز الخريطة رفض يجي معايا ليه؟ الخريطة دي اللي فيها خط سير السرداب، يعني انا اللي هقسم الكنز. تمام؟ انت اللي هتقسم الكنز؟ طبعا، قوتي على قوتك هنقدر عليهم واحد واحد. عبدو انا لسه حالا بحيط الكابوس دلوقتي. كابوس صعب قوي. كابوس ايه يا عم؟ انا اجيب لك خبر حلو. شكلك بالظبط. طب وتفسر ده بإيه؟ مش عارف. أنا خايف ليكون قرينك. قريني إزاي يعني؟ كل واحد فينا له قرين، شكله بالظبط. بس أنا ده اللي بظهر لحد. يا عم سيبك، ده تخرين. قول لي بقى إيه الفرق؟ هروح له دلوقتي وهعرف. Fall.
علشان تقدروا عليهم لازم تجيبوهم هنا واحد واحد. طب والخريطة؟ السرداب مش هيتفتح إلا بقتل التلاتة. الخريطة فيها لغز كبير، وحل اللغز هيتفتح بعد قتل مور. بس قتل مور لازم بعدهم الكابتن وعبد. منجيب التلاتة مرة واحدة. التلاتة بيكملوا بعض وبيخافوا على بعض ومش هتقدروا عليهم، وعلشان تقدروا عليهم لازم تجيبوا الولد الصغير، وممكن ده يكون صعب عليكم بس مفيش مستحيل. هاتوا الولد الصغير وبعدين استدرجوهم التلاتة. انا كده فهمت، يعني لازم الواد الصغير. لازم، لانه هو الكابتن مش هيخطوا الارض دي تاني بعد ما حصل لهم، وبعدين هم مش طمعانين، علشان كده لازم تستدرجوهم، لازم تستدرجوهم واحد 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 واحد. مش التلاتة مع بعض زي ما انت قلت بالظبط؟ عشان قلت لك عشان